السلام عليكم حبايبي، نتمنى من الله تكونوا مزيانين وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في قناة فايزه ديامون اللي كانت بالاسم قبل يوميات ام جاد وجوديا، وبدلت لها السميه على حسب بزاف ديال الناس. كلشي كان كيقول لي الاسم طويل وبعض المرات ما كيطلعلهمش دغيا. الوغ اضطريت باش نبدل الاسم ونختصر وعملت فايزه ديامون. بقيت في بالسميه ديالي هيدا باش الناس يكون كلشي عارف. المهم هنا الصباح دينا وليداتنا مدرسه، ودابا جينا ليدل انا وصاحبتي، جينا ليدل نتاخروا حيت ليدل هذا هو اللي حدايا وقريب لي. ماشي سخره خفيفه وصافي باش ندخل في مره ندخل الروينه ديالي. انتما كتعرفوا كيف كتصبح الدنيا. المهم هنايا في ليدل جابوا هاد اللي دغا ديال الفراش، صراحه مزيونين وسخونين مقطنين بزاف، يعني كيسخنوا بزاف وماشي غاليين، عاملين وقيله 30 اورو وواحد طايه اخرى 25، وكاينين حتى هادو ديال المطله اللي فيهم ديك لاستيك في الجنب، يعني لهم 10 اورو، تا هما سخونين. اللي ديال بعض المرات كيجيبوا شي حويجات مزيونين، وزعما حتى الاثمنه ماشي غاليه. دابا مع راس العام عاوتاني كيجيبوا هاد الماركه هادي دو لوكس، كيجيبوا بزاف ديال الحاجات ديالهم ديال هاد الماركه هادي. بحال هاد بوكس ديال اتاي فيه بزاف ديال الانواع ديال المذاق، وعندهم بزاف بزاف ديال الحاجات. هذه فيها السكر بخاو نورمال، ومهم الانواع. واللي عجبوني بزاف البنات هادو ديال العسل الحمقوني، صغيورين وهذاك السندقة ديالهم ديال الخشب حتى هي غزاله في الديكور ديالها. عاملين لهم 5 الاورو، 4.99 اورو، يعني هذيك 5 الاورو. المهم ليدل كيجيبوا بزاف هذا الحاجات مزيونين. هذا فاني عملو 3 الاورو. المهم البنات صافي، غادي ندوز معاكم ونمشيو نجمعوا الروينه ديالنا في الدار. وهنايا رجعت من الدار وفطرت ونوضت دغيا نجمع الروينه. انا ملي كيكونوا دابا ولادي في المدرسه عاد كان الصباح ملي كيكون عندي حتى شي حاجه كنبروفيتي نطوي الدار ونفتح السراج، بالاخص كنفتح واحد نص ساعه ولا، مهم باش كيدخل شويه الهواء للدار وصافي. انتما كتشوفوا الروينه اللي كتصبح، محتاجش نقول لكم الحرب العالميه، كلشي مسيف في الارض. كان عيان الجماع، ولكن اللي عندي الوليدات صغارين ما يمكنش، لان خصهم حتى هما يبقاو براحتهم شويه، ما خصهمش، ما خصكش تخنقهم انهم يعملوا حتى شي حاجه. المهم وحتى ملي كيكون ضيق عاود كيكون شويش الديور هنايا في اوروبا ماشي بحال الديور في المغرب. فوالا في المغرب الحمد لله الخير موجود، تيسع موجود ماشي بحال هنايا. صافي كان غنجمع هاد روانه. الا لاحظتوا البنات انا الفوطيات مغلفاهم، عامله لهم ديك واحد لهوس مغطياهم، حيت ضروري خصني باش بروتيجيهم، حيت مع الوليدات وكي بعض المرات كيكونوا يدهم مسخين بالشوكولا ولا شي حاجه ويمشيو يمسحوا فيهم. وانا ما بغيتش يتكرفصوا لي، انا ما عزيزش عليا الحاجه ديالي تكرفص، كنبغي كلشي يبقى عندي نقي متول، كلشي يكون في بلاصتو. فوالا كنفطهم مره كنصبنهم كيرجعوا بلاصتهم، يعني الصراحه كيبقاو محافظين على الفوطي وفي نفس اللون ديالهم، زعما ما كاينش ما كيبانوش زعما بان معيبين ولا شي حاجه. صافي هنا غادي نجمع بعد الصالون هي الاولى واسبيري وعاد ندوز نجفف. ايوا وصافي، وانتم معايا اليوم غادي نشارك معكم واحد
من بعد ما غنسالي هادشي غنوجد معكم واحد الكيكه صراحه كتجي غزاله، كتجي كتحمق بالفخوماج. قلت غنوجدها بكري ونخليها تبرد باش العشيه هيدا يجبروا شي حاجه يدوزوا بيها ميريندا، بلا طحين وبلا خميره. تخيلوا معايا وانتم غادي تشوفوا الطريقه كيفاش انا عدلها، وصراحه اذا جربتوا غتحماقوا عليها، لا نتوما وليداتكم ولا الناس زعما اللي غادي ياكلوها عندكم. سهله مهله، يعني انا كنحاول نشارك معكم الحاجات اللي هما ساهلين واللي في متناول الجميع واللي الانسان ما يعكسش عليها. انا براسي بعض المرات كنعكس على الحاجه، انا ماشي حيت الحاجه زعما سهله ولا هذه ما نقدروش نعملوها. هنا البنات ساليت كل شيء وكنسم الدار شويه بشويه ديال البخور، ضروري ما نخلي ديك النسيمه ديال البخور بحد الدار نقيقيه. كنخلي هذا شويه ديال البخور مع السراج شويه محلولين باش هيدا ملي يجيو ولادي يدخلوا للدار نكون صافي شديت كل شيء باش ما تبقاش الدار بارده وصافي. ودابا ندوزو نوجدوا الكيكه ديالنا، وهنا غادي ندوزو نوجدوا الكاطو ديالنا. ها نتوما كتشوفوا المقادير اللي عندي ساهلين مهلين. عندي جوج سوبيرس اللي غادي نعمل فيهم بيضات. غنعمل البيض ديال البيضات بوحديته والصفر بوحدو. المقادير ديالها 4 بيضات، واحد حامضه غير القشور ديالها اللي غنستعمل، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال مايزينا، واحد سكر فاني او لا الى عندكم سائل، ونص كيلو 500 غرام ديال فخوماج فخي. يعني الا كان عندكم ناقص لاغريس شويش ديك 20% من الاحسن. انا كان متواجد عندي غير هذا احمر ماشي مشكل. المهم هنايا كنطلع بيض البيضات كي شفتو حتى كيرجع فحال الثلج، ما واخا كتقلب الزلافه ديالك ما كيطيحش، تبقى تخدمو حتى كي يطلع صافي. وكندوز كنخلط الصفر، زدت عليه فاني وزدت عليه 100 غرام ديال السكر، وغادي نخلطو مزيان حتى كيرجع لي هذاك الخليط كيرجع المهم بياض بحال الكريمه، بحال اللون ديالو الكريمه بحال هيدا. يعني خصكم تبقاو تخدموه مزيان حتى كيرجع بحال هيدا. وضروري ما تنساوش ديك قبيصه ديال الملاح، قبيصه شويش كتزيدوها مع البيضات. هنايا زيت مايزينا وغنزيد الفخوماج. هي من الاحسن تزيدوا الفخوماج هو الاول عاد المايزينا، انا نسيت وعملت مايزينا هي الاولى. من الاحسن الفخوماج باش يعني كيرجع سائل، عاد كتزيد عليه مايزينا دغيا كتخلط، ولكن حتى هكذا ماشي مشكل. فوالا هنايا غادي نزيد الفخوماج، غنخلط الفخوماج على ديك الخليط ديال الصفار البيضات ومايزينا والسكر صافي. عاود نخلط الخليط ديالي مزيان، سهله بزاف والله العظيم البنات الا كتجي كتحمق، المذاق ديالها واعر طوب، ما يعني ما عندي ما نقول لكم فيها. غنبقى نشكر لكم باش تجربوها. الصراحه انا الحاجه اللي كنعملها وكتعجبني وكنكون مأكده منها واثقه منها 100% كنبغي ناكد عليها الانسان يجربها صراحه. والله الا انا ما غاديش نشارك معكم اي حاجه وصافي. صافي هنا غنبقى نزيد بيض البيض ونبقى نخلط بشويه باش ماشي بالطرب، غير بهذه الطريقه كيف كنعمل انا باش ما كيتهرسش. صافي كتبقاو تقلبوا بشويه بحال هذا الشيء هذا. المهم نتوما كتزيدوا
كتزيدوا البياض البيض وكتخلطوا. الطريقه ديالها سهله، ما كتديش زعما بزاف ديال الوقت ولا، ولكن المذاق والله الا واعر. ان شاء الله تجربوا الوصفات اللي كنشارك معكم يعني كاملين، جربوهم بعينكم مغمضين وردوا عليا الخبر وخليوا لي كومونتير الى عجبوكم. طبعا ما تنساوش يجي من الفيديو وتبارطاجيه باش كل شيء يستفد. المهم صافي، هنا يخلط هذاك البياض البيض مع داك الخليط ديال الصفر. صافي، هنا عندي المول ديالي. المول اللي عندي انا هنا 20 فيه 22 سنتيمتر. فوالا صافي، كتدخل الفران على 180 درجة والطياب على حسب الفران ديالكم. انا عندي الفران كنعمل لتحت والفوق، كنشعل طياب واحد صافي. وملي كانت الكيكه كطيب اومي طو، عدت واحد جوج ديال البغرير. البغرير راه شاركت معكم الوصفه ديالو كيفاش كنعملو، ساهل ماهل. هذا وجدته في واحد 10 دقائق. عملت هذاك الكاطو في الفران كيطيب، وعملت الكيكه والحلوى التمر، هذه هي الاخرى اللي بقات اللي كنت شاركت معكم. صراحه ما بقاتش، مشات كامله. المهم الكيكه راه الصراحه كطلع وشويه. هنا انا رجعت لي، علاش رجعت لي شويش؟ حيت عندي هذاك الفخوماج اللي عملت خاصو يكون لاكريس ديالو تكون ناقصه، تكون 20% ولا 30% على حسب. انا كنت عندي لاكريس ديالو مجهده، كان عندي هذاك الحمار، ولكن ما كتجي لا مع الجنه لا مدقصه لا حتى شي حاجه، صراحه كتجي واعره. انتم ما كتشوفوا. صافي، هذه هي الكيكه وهذا هو نهاري، هذا هو روتيني اليومي اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى يكون عجبكم. هنايا نعمت له هاد الولا اللي بغيتو، كونفيتور العسل، كريم فخيش، رفقوها باش ما بغيتو ولا كلوها هكذا عاديه، هذاك الشيء كيبقى اختياري. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، نتمنى نكون قدمت لكم شي حاجه مزيونه وتعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش لي كومونتير مزيونين في حالكم باش كتشجعوني، ونتلاقاو في مع الجديد ان شاء الله. بسلام عليكم.